في خضم زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير كيفية تناول بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقضية الإعلامي جمال خاشقجي خلال لقائهما، فماذا حصل؟ To the president that mistakes like this happen in other countries and we saw a mistake like this being committed by the United States. وفي التفاصيل، أشار الجبير في مقابلة أجرتها معه قناة CNN الأمريكية إلى أنه في بداية الاستقبال أثار بايدن قضية خاشقجي وذكر أنها مشكلة، مضيفا أنه أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها. ولفت إلى أن بن سلمان أبلغ بايدن أن المتهمين بحادثة خاشقجي جرى التحقيق معهم ويدفعون ثمن ما اقترفوه، وذكره بأن أمريكا ارتكبت أخطاء أيضا في سجن أبو غريب وغيره، وفتح معه ملف قضية الصحفية شيرين أبو عقلة، وذلك بحسب قناة الحدث. وأوضح أن بن سلمان قال أن هذه مأساة للسعودية وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة، ثم انتقل الحديث إلى بحث قضايا مهمة من الأجندة الثنائية والإقليمية. ورداً على سؤال من المذيع عما إذا كان انطباع الجبير أن بايدن قبل تفسيرهم فيما يتعلق بقضية خاشقجي، رد الوزير السعودي: أعتقد ذلك. وبعدما سأله المذيع ولم يثر بايدن القضية مجدداً، أجاب متسائلاً: وماذا هناك لإثارته؟ مكرراً أن السعودية حققت في القضية وحسبت المسؤولين عنها بحسب CNN. أما حول طلب خطيبة خاشقجي السابقة من بايدن للاستفسار من ولي العهد بشأن مكان جثة خاشقجي، فرد قائلاً أنه لم يرى سؤال خطيبة خاشقجي وأن لا علم لديه أن الجانب السعودي يعرف مكان الجثة، مذكراً بأن السلطات السعودية أجرت التحقيق في القضية ونشرت نتائجه. وفي وقت سابق أعلن بايدن أنه تناول قضية خاشقجي خلال لقائه مع بن سلمان وأنها كانت على رأس جدول لقائه، مؤكداً أنه ليس نادماً على تهديداته بعد هذه القضية بجعل السعودية دولة منبوذة بحسب المصدر السابق.